لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت لا تنتهي أبدا ولن تتغير. براس الهدى هذا لكل العالمين رسولا يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم بالعباك رزينا. من أين أبدأ والحديث غرام فالشعر ينسب والكلام كلام. من أين أبدأ في مريع محمد فالشعر ينسفه ولا الأقلام. بخير نبي ينشر والعرب من فيه ليل الأسر عنا قد احتجب. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس النهار وما بدت تجاه غربا. صلى عليك الله يا الهدى مع أن مشتاق وصار دليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل وما بهذا شاهد ودليل. ماذا نقول عن الحبيب محمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى وفي تتكسر الأقلام. برافو. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت ما دارت الأفلاك والأجرام. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك ما دارت الساعات والأيام. أمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي وسلام ما ترى يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت معطرا. في دمي الحب للنبي يسير وبقلبي عشق للنبي يثور وبذكر الحبيب تسكن نفسي وبذكر الرسول فحل عبيره. الله كرر في تمثيل صورة فألبس الشمس منه النور القمر. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد المسلمين همامه هو سيد الأخلاق بدون منافس وملهم هو قائد مقدامه. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملا والملائكة حولها للدين وللدنى به بشراء. أحبك يا رسول الله وليس الحب تعبيرا عن التقوى أو الإيمان وليس لأنني مسلم وليس لأنني برهان وليس لأنني عبد مأمور من الرحمن. حبك بداخل نوع من الظمأ من الحرمان.